يا أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، براهن عليكم سكتوا الجميع، خلوها لائحة استرشادية مش لائحة ملزمة. وأعلم تماما وأعلم تماما إن شاء الله هيبقى يوم في حب الأهلي وعشق الأهلي اللي احنا تربينا فيه. وكل يوم هقول كده، وكل حلقة هقول كده، جزء من الحلقة هنقول كده. معانا مين يا جماعة؟ قولوا لي. الأستاذ محمد الحسيني، عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، برحب بحضرتك يا فندم. إيه رأيك في الكلام، إيه رأيك في الكلام اللي بيتقال، وإيه رأيك في اللي أنا بقول اللي هي لائحة ملزمة مش استرشادية؟ وكمان عايز أسمع رأي حضرتك في النادي الأهلي بيحاول يوجد حلول، بيقول على يومين، وأنا يعني وأنا بفكر كده طب نتكلم بالراحة أو نحاول يبقى في حوار. اللي رئاسة الجمهورية حتى انتخابات رئاسة الجمهورية كانت على كانت يومين وبقت ثلاثة عشان الأجواء الحارة، عشان الناس تبقى موجودة، عشان يبقى في ديمقراطية ونوسع ويبقى في نسبة المشاركة كبيرة. اتفضل يا فندم، وأسف على الإطالة في السؤال. لا، مساء الخير. أولا يا كابتن شهادي، بمسي على حضرتك وبمسي على أعضاء الجمعية العمومية المحترمين وعلى كل من ينتمي للنادي الأهلي. مساء الخير. الحقيقة أني أرجو أعترف أسعى من الوقت، بس لأن اللائحة الاسترشادية الحقيقة دي يعني انا بعترض بشدة عليها من حيث اقرارها وبنودها وتفاصيلها، وازاي نقول ان دي لائحة استرشادية هي بتتضمن بنود اجبارية. اولا، تم اقرار اللائحة دون مشاركة الاهلي او الاندية الكبرى الرياضية في مصر. ثانيا، ازاي انت بتحط لائحة بتحكم جميع الاندية المصرية؟ طبعا في اختلافات جذرية بين الاندية وبعضها، سواء من حيث عدد الاعضاء او النشاطات او المسؤوليات او الادوار او الواجبات. كان المفروض ان انت تحط بدائل واختيارات بتنتقي منها كل جمعيه عموميه او كل نادي ما يناسبه فيها، وده الحقيقه اللي ما حصلش. يعني تمام. المفروض ان انت بتحط اكتر من لائحه استرشاديه سواء على مستوى الانتخابات او على مستوى النادي بصفه عامه، ويكون من قبل متخصصين في مجال الرياضه، ولازم يكون فيها مشاركه رؤساء الانديه والاتحادات الرياضيه والخبراء الرياضيين. تمام. الحاجه الحقيقه اللي بتزعلني او ضايقتني جدا جدا، اولا مفيش حاجه اسمها وصايه على النادي الاهلي. النادي الاهلي ده عقل وقلب الرياضه المصريه، لا يمكن يبقى فيه ابدا وصايه عليه، دي مساله مرفوضه تماما يعني. وبعدين في حاجات الحقيقه ما نتكلم فيها، انت لما بتحط لي شرط في النصاب القانوني لانعقاد الجمعيه العموميه وتقول لي 12000 ونص، ازاي 12000 ونص من الناحيه العمليه؟ هتجيبهم من الساعه 9 للساعه 7 مساء، وتعالى في النادي الجزيره شوف المساحات الخاليه. يعني النهارده لو الناس دي دخلتها جوه النادي، ده معناه ان بتحكم على نصابه هيجي له سكته ويموت. يا جماعه الكلام ده غير عملي. يعني لازم نتكلم بصوره عمليه، علشان والا هيضطر طبعا لو ما اكتملش هيقول لك النصاب ما اكتملش، واصبحت اللائحه الاسترشاديه دي لائحه اجباريه، اي انها اصبحت اذعان. هذا الكلام مرفوض، وللاسف انا بحزن جدا جدا لما لا بلاقي بعض النقاد الرياضيين واللي بيشتغل في مؤسسات، يعني انا بعتبر حاجه مؤسسيه مؤسسه كبيره في الصحافه، ويطلع واحد يقول لك ان الاهلي لما هيعمل الجمعيه العموميه ده بيفتت الجمعيه العموميه، ويجيب لك صوره صالح سليم ويقول لك الكلام ده. لا، الكلام ده غلط، الكلام ده بنضحك على الناس. يعني انت لما بتسهل المساله للناس، يبقى انا ايه التفكير لما اخلي بتاع مدينه نصر يصوت في مدينه نصر وبتاع الجزيره في الجزيره؟ ايه التفتيت اللي بيعمله؟ وايه اللي عمله صالح سليم في كده لو كان عايش؟ احنا بنضحك على الناس، وبنحاول ان احنا يعني زي ما بيقولوا بنجادل بالباطل عشان نضحك بيه الحرب. هذا الكلام خاطئ، ولازم نعرف ان احنا مش هنقبل هذا الكلام. وبتمنى فعلا يعني حسن، وانا بشكر مجلس اداره الاهلي لما عمل لجنه لاعداد لائحه، هو ده الكلام الصح بقى. ان النادي الاهلي عمل لجنه فعلا، واللجنه دي عشان تحط لجنه خاصه بالاهلي واللي فيه، وكانت بتضم رجاء عطيه، ده راجل محامي على قدر كبير من الاحترام والقانونيه، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وعلاء مشرف نائب رئيس اللجنه الاولمبيه، ناس تمام هتحط لائحه المفروض ان هي الجمعيه العموميه سواء هتعتمدها او تعدلها او ترفضها. هو ده الكلام الديمقراطي، مش الناس اللي بتضحك علينا وبتحاول انها متصوره. اعضاء الجمعيه العموميه ما حدش يعرف يضحك عليهم على فكره، بتوع النادي الاهلي بالذات لا حد يقدر يخدعهم، ولا حد ابدا يقول كلام مرسل ملوش اي اساس من الصحه. يا جماعه، ان انا عشان كده بتمنى يوم الجمعيه العموميه، والمساله دي صعبه لكن ان شاء الله علينا مش هتبقى صعبه، ان كل واحد يروح من الساعه 9
ويصوت ويخرج عشان يدي فرصه لغيره، علشان لان المساله لو رحنا وقعدنا نتكلم مع بعضنا شويه هيبقى صعب ان احنا نخلي النصاب ده يكتمل. انا عايز المساله تمشي بالصوره اللي احنا عايزينها، رغم ان في اعتراضات ثانيه على فكره يا كابتن شاه. اتفضل. يعني انا اعترضت على مستوى الشخصي لحاجات كتيره، منها الغاء شرط الحصول على مؤهل عالي، ما ينفعش ان انا اكون عضو مجلس اداره النادي الاهلي ومعاه مؤهل متوسط، مع كامل تقديري واحترامي للمؤهلات المتوسطه كشركاء في المجتمع ولهم دور مؤثر، انا عارف الكلام ده، لكن عضو مجلس اداره النادي عايز مواصفات خاصه، ده راجل ويكون على مستوى اجتماعي. هي دي انا اسف اللي انا بقاطع حضرتك. ان هو بيحل ازمات بيها اي نادي، وخاصه نادي كبير زي النادي الاهلي. لما اقول ان الغاء شرط الخدمه العسكريه، طب ازاي واحد هيتهرب من الخدمه العسكريه ولغايه لما يعدي 30 سنه ويدفع غرامه، وده هيكون امين ووطني ومخلص عشان يدوم اي منظومه رياضيه؟ هل ده هيكون قدوه للاعضاء واللاعبين؟ لا. قناعتي الشخصيه والمطلقه بتطبيق بند الثمان سنوات. اعتقد ان ده امر منطقي، وعلى فكره اللي حاطط لي صوره صالح سليم، والله العظيم صالح سليم اول واحد طبق بند الثمان سنوات قبل ما حد يجيب سيرته. بعد ما قضى الفتره بتاعت من 80 ل 88 هو نفسه ادى فرصه للفريق كامل لعبده صالح الوحش، وبعدها الفريق مرتج. يعني المسائل دي ما يجبش ان احنا نحط خلط للامور بعضها وبعض. انا بقول للجمعيه العموميه بتاعتنا احترسوا، علشان في ناس الحقيقه نفسها انها توقع الاهلي بغلط. وانا برضو بضم صوتي لصوتك يا كابتن شادي، المعالي الوزير خالد عبد العزيز، انت عارف قد ايه انت بالنسبه لي شخصيه محترمه، وكلنا بنشيد بادائك، والحقيقه ما حدش بيختلف عليك، لكن انا بعتبر ان دي محك رئيسي لخالد بيه عبد العزيز الوزير المحترم، انه يراعي النادي الاهلي ويراعي جمعيته العموميه انها تختار اللائحه الاسترشاديه مش الاذعان اللي معموله اللي عايزها النادي، علشان يبقى هو ده المطلوب اللي احنا نقدر نقدر، لان احنا اكتر نادي حاسين بمصلحه النادي بتاعنا عن اي حد تاني. انا بشكر ان شاء الله، اتمنى ان الموضوع ده ينال استحسانه، وان شاء الله كلنا نروح نشكره على انه هيتدخل في مثل هذه الامور، ومحدش يقول لي ده تدخل حكومي، لا، ده احنا بنحط لوائح علشان تتفق ومصالح الانديه، والنادي الاهلي بأكرر وعيد ده قلب وعقل الرياضه المصريه. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، كلام مهم جدا بيأكد على رهاننا طول الوقت اللي احنا بنتكلمه. انا مش هتكلم، مش هعقب على الكلام اللي، ولا عقب على جمله واحده الراجل اول ما دخل، بسم الله الرحمن الرحيم، انا عضو جمعيه عموميه ما بقبلش فرض الوصايه عليا داخل النادي الاهلي. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ودايما بتستدعي زي ما كنا بنستدعي الجماهير، ما ولا اسال عليها وهي محبوسه ولا ادعمها، ودايما شايفها بتقتحم وامور كتير، لكن استدعيها لما انا اكون عايز استدعيها. نفس الكلام، الراجل النهارده بستدعي الجمعيه العموميه، بستدعيها عشان خاطر ايه؟ بستدعي الجمعيه العموميه عشان خاطر تقف جنب ناديها، ما بقاش في تدخل. ده مقبول؟ ايوه ده مقبول، وكلنا لازم نعمل كده. الاهلاوي اللي بجد اللي بيخاف على ناديه، مش اللي قاعد ينظر ليل ونهار وقاعد مش فاهم حاجه. مين يا جماعه بتقولوا لي؟ استاذ محمد المغربي، عضو الجمعيه العموميه. برحب بحضرتك يا فندم. كابتن شادي، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ استاذنك معلش، عايز حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 35 سنه يا فندم. 35 سنه، اتفضل حبيبي، تقول يا فندم. اولا احنا طول عمرنا نعرف ان النادي الاهلي يقود ولا يقاد. احنا النادي الاهلي بفضل الله طول عمره على المستوى المحلي والافريقي والدولي مطلع قيادات هي اللي كانت بتقود الرياضه على جميع المستويات. عندك اخر اثنين وزراء قبل معالي الوزير خالد عبد العزيز كانوا من النادي الاهلي. الكابتن خالد مرتجي كان ممثل الاهلي في الفيفا، ومصطفى مراد فهمي كابتن شطة على المستوى الافريقي. ملخص الكلام ده ان احنا طول عمرنا خاطره الرياضه في مصر والوطن العربي وافريقيا. ان احنا تيجي تفرض علينا لائحه استرشاديه زي ما الزميل الفاضل اللي قبل مني كان سامعه بيقول، لائحه اذعان فيها بعض البنود التي لا ترضي اعضاء الجمعيه العموميه ولا جمهور النادي الاهلي، عشان بس ما نفرقش من دول ودول، يبقى احنا من حقنا نتكلم، من حقنا نعمل لائحتنا. اللائحه اللي شارك فيها قامات من القانون، المستشار عبد الجليل محمود، الكابتن محمد فضل الله واخرين، والعلم اللائحه دي كانت هي اللائحه او معظمها اللائحه اللي كان عاملها مجلس الكابتن حسن حمدي بالرموز اللي معاه، والكابتن محمود طاهر بدا يعدل عليها بما يتوافق مع سنه 2017. وده معناه ان احنا ما بنقفش ورا اشخاص، احنا بنقف ورا مجلس اداره النادي الاهلي بغض النظر عن الاسماء، الاهلي بمن حضر اللي موجود احنا بندعمه.
انا مش شايف اي غضاضه او اي مشكله للدوله ان احنا نعمل التصويت على يومين. انت انا راجل مهندس وانا بقول لحضرتك هندسيا مساحه النادي الاهلي الكبيره مش هتسع العدد ده كله يكون متواجد 12500 عضو في نفس الوقت، والا لا قدر الله لا قدر الله هتؤدي الى مشاكل وكوارث وقد تؤدي لاختناقات وخلافه. ليه نعمل كده؟ ليه نؤدي الموضوع لكده؟ عندنا انتخابات مجلس الشعب، انتخابات رئاسه الجمهوريه، انتخابات النقابات، الحاجات الكبيره دي كلها بتتأدى في يومين، واحنا النادي عامله تحت اشراف قضائي، الموضوع بيتم التصويت في الصناديق مش برفع الايدي مثلا او باي وسيله ثانيه. يبقى ايه المشكله تبقى في يومين؟ او مشكله في فرع الجزيره وفرع مجلس مصر؟ احنا ليه بنتعمد نضايق في الناس ونخنقهم عشان نمشي اللي احنا عاوزينه؟ مجلس الاهلي عمل لائحه انا اراها من وجهه نظري جيده. سيادتك شايفها مش جيده، مفيش مشكله، كل واحد يجي، يبقى احنا دور النادي الاهلي يوفر وسائل الراحه لاعضائه. يعني ليه انا اطالب 12500 واحد يتواجدوا في مساحه ما تستحملهمش؟ في ناس كتير مش هتيجي، ناس كتير لا قدر الله لو جت هيحصل لها مشاكل. انا شايف ان على يومين مش هتضايق الدوله في حاجه، في فرعين فرع الجزيره مش هتضايق الدوله في حاجه، واتمنى من الساده الاعلاميين او اللي هم مواقع التواصل الاجتماعي البالونه او الحجه بتاع الكابتن صالح سليم الله يرحمه واخلاق الاهلي ومبادئ الاهلي والكلام اللي احنا نعرفه اكثر من اي حد ما نعملوش كده او نفصله يبقى لصالحنا. كابتن صالح سليم عمره ما قال ان الاهلي الجزيره حاجه واهلي مدينه نصر حاجه، عمره كابتن صالح سليم ما كان يرضيه ان الاعضاء يجوا يتبهدلوا في يوم واحد عشان يقفوا في ظهر ناديهم. احنا دورنا هنكون كلنا متواجدين والعيله بتاعتنا الحمد لله من علاسه المعروفه في النادي. استاذ محمد، عايز اسمع منك حاجه لو سمحت. اسمعني هنا في الجمعيه العموميه، استاذ محمد، كل الاعضاء يكونوا موجودين يقول رايه والله يقرا اللائحه ويتناقش فيها. عايز اسمع منك حاجه، اسمعني. اسمعني، عايز اسمع من حضرتك حاجه. اللجنه الاولمبيه في رساله توجه لها تقول لها ايه؟ لا، الافضل والاصلح لصالح النادي الاهلي والرياضه المصريه هيكون منبعه النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد المغربي، عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. مين يا جماعه؟ استاذه سعاد معوض، عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. حضرتك اكيد حضرتك سامعه النقاش، بحبه تقولي ايه؟ اتفضلي. تمام كابتن، مساء الفل عليك وعلى كل الاهلاويه. انا من عندك طبعا بقول لكل الاهلاويه احنا لازم نروح، لازم نروح الجمعيه العموميه بتاعتنا. طبعا احنا بنتمنى طبعا انها تبقى على يومين عشان لو في ناس ظروفها فعلا كتير ما بتسمحش ان احنا نقدر كلنا نروح، لازم نناقش ونعرف احنا لازم نقود النادي الاهلي، دايما بيقود النوادي. اوكي، احنا بنقول ان مش حد هيفرض علينا راينا، رايه احنا عندنا لائحه عايزين نتناقش فيها، عايزين كلنا نقول راينا. كل الاهلاويه روحوا الجمعيه العموميه، قول رايك وتناقش. طيب عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا ختمت مع الاستاذ محمد المغربي وهو بيتكلم معايا، قال لي في البدايه ان النادي الاهلي كمان قال يقود ولا يقاد، متفقين على ده. المكالمه اللي قبليها قال لك فرض الوصايه غير مقبول في النادي الاهلي. حضرتك هسالك نفس السؤال اللي انا سالته له، تقولي ايه للجنه الاولمبيه او رسالتك للجنه الاولمبيه ايه؟ اللجنه الاولمبيه بليز بقى كفايه عليكم كده، يعني انتوا ليه؟ يعني انتوا بتجيبوا الكلام اللي انتوا بتقولوه منين؟ احنا اللي نقول. يعني انا فعلا مع كابتن مغربي مع كل الاهلاويه، الاهلي يقود. احنا دايما واحنا عندنا ناس يعني قمم وطول عمر الاهلي قائد، يعني لازم هو يقول ايه اللي يصلح له ايه اللي ما يصلحش. مش حد يفرض علينا. انتوا ليه تفرضوا علينا ايه اللي يصلح ايه اللي ما يصلحش؟ احنا عارفين كويس قوي ايه المناسب لينا، وعندنا ناس قيمه بتقول ايه اللي واحنا نتناقش. واحنا الاهلاويه بنتناقش وبنقول لمجلسنا احنا عايزين ومش عايزين، وليه لا؟ ما تفرضوش علينا رايكم. استاذه سعاد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما قلت لحضراتكم، لو فكرنا لثواني في اللي احنا قلناه من شويه، طبعا الاهلي ده بيتكم كلكم جماهير واعضاء جمعيه عموميه، وما عنديش اي تفرقه هنا، احنا صوتكم. وبفرح جدا 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 لما يتقال على البرنامج ده صوت الاهلاويه، فالاهلاويه اللي في كل مكان فلازم يدخلوا. الناس طلبت وكلموا المسؤولين عندنا في القناه اللي هم بقوا موجودين، كل واحد يقول رايه باخلاقياتنا ومبادئنا ومفيش خروج عن النص. وسمعتوا الناس طلبت تدخل، اتفضلوا. احنا في عادتنا في بدايه البرنامج مابقاش فيه تليفونات، ولكن عشان المنطق اللي احنا بنتكلم بيه طول الوقت لازم الناس كلها تشارك، اللي عايز يتكلم
ما دام بنقول ده صوت الجماهير او اعضاء الجمعيه العموميه الكل يتكلم.